كاين يوتيوب كيف البرامج في السعوديه ما نمشيو لبرا السعوديه كاين يوتيوب كان غير قطريه فوقي اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر والصادم من ضواحي مدينه الرشيديه. في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي، مشاهده اللي في الحقيقه جد صادمه من اشهر مكان بضواحي مدينه الرشيديه، من مدينه الرشيديه عين مسكي. في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي اللي كانت من اشهر الاماكن للترفيه، واللي كانت ايضا كتجمع ساكنه الاقليم للترويح عن النفس، في الحقيقه رجع مكان خالي ومشاهده في الحقيقه جد صادمه. كيف يعقل متابعي قناه شوف تيفي ان ساكنه مدينه الرشيديه او اقليم مدينه الرشيديه كان هذا هو المتنفس الوحيد اللي كانوا كيجيو له الاقاليم، يعني اقليم الرشيديه ككل، وخارج الاقليم كيجيو لاشهر مكان واشهر بلاصه اللي هي عين مسكي. لكن في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي اللي كنشوفوا واحد المشاهده اللي هي جد صادمه. الله يدير الخير في الحقيقه ان الجفاف ايضا في جل المدن المملكه المغربيه، وايضا متابعي قناه شوف تيفي نزيف في التربه وحفر الابار اللي ما بقاش تتم، يعني تعطى الرخصه ديالو، وكذلك باش اننا ما نهلكوش ايضا الفرشه المائيه. الا واننا متابعي قناه شوف تيفي كان كاميرا شوف تيفي بقلب اشهر مكان اللي هو عين مسكي، باش تشوف ان ابناء المنطقه متابعي قناه شوف تيفي انهم يعوموا في ساقيه. ففي الحقيقه غادي الانسان يضر قلبه لانه كيعرف شنو هي عين مسكي. نزيف في التربه. السلام عليكم، اش اخبارك؟ اهلا دكتور، كي دايره امورك؟ يعني احنا متابعي قناه شوف تيفي قلب اشهر مكان، واللي هي جات والمشاهده اللي كما قلنا بانها جد صادمه، اننا نشوفوا ابناء المنطقه متابعي قناه شوف تيفي انهم يعوموا في ساقيه، وحتى ساقيه ماشي ساقيه فقط، انه قادوس ديال البير. هذا القادوس متابعي قناه الشعب اللي عاطي لهاد الوليدات واحد شويه ديال الماء، واللي خلاوه اللي خلاهم انهم غير يرشوا الماء بيناتهم ويحسوا براسهم بانهم كيعوموا. من قلب اشهر منطقه متابعي قناه شوف تيفي اللي كانت واحد المتنفس اللي هو كبير وكبير جدا للاقليم، ساكنه الاقليم، رجع خالي ولا بيسين في الحقيقه ديالو رجع صادم لان قطره الماء ما بقاتش. وايضا اكدت مصادر موثوقه متابعي قناه الشعب من ساكنه المنطقه واللي كيقول لك بانهم حفروا البيار هنا، كاينين واحد جوج بيار اللي هما تحفروا وكاين فيهم الماء، علاش هذا الماء اللي كيلعبوا فيه الوليدات، وايضا علاش هذا البير هذا ما تستغلش باش انه يكون في عين مسكي. الا وانهم غادي يخليوا عين مسكي بهذه المشاهده اللي هي جد صادمه لساكنه الاقليم. وكيف ما قلنا باش انك تشوف ابناء المنطقه متابعي قناه شوف تيفي انهم يلعبوا فقط غير بالماء ويحسوا براسهم بانهم كيعوموا من اشهر مكان اللي كان متنفس وحيد وكان فيه الماء الحمد لله ما كيحبش. الشكر الجزيل لكل تعليقات متابعي قناه الشعب. كيفاش جاوكم هاد الوليدات متابعي قناه شوف تيفي انهم يعوموا؟ سميناها ساقيه وهي فقط غير قادوس اللي هو ديال القادوس ديال البير. هذا القادوس ديال البير متابعي قناه الشعب اللي كيعطي اللي كيخرج الماء لهذيك الساقيه هكاك، هذا غير قادوس ماشي ساقيه فيها الروبيني وسميتو. كيهزوا يعني الماء بالغرارف باش انهم يرشوا بعضياتهم ويحسوا براسهم انهم وسط بيسين، ماشي المنطقه خصها بيسين فين تعوم، غير رأفه حتى بهاد الوليدات الصغار. المنطقه خصها بزاف، خصها ماشي غير بيسين، خصها بنية تحتية وخصها إنارة وخصها إعادة تسمية مدينة. فقط فصل الصيف جاب لنا هذه المشاهدة اللي هي جد صادمة من قلب أشهر مكان اللي هو عين مسكي، ومن أشهر متنفس اللي كان مجموعة
ديال المدن ديال الجنوب الشرقي كيجيو لهنا باش انهم يتنفسوا ويروحوا على الروح. الا والان متابعي قناه الشعب اللي كنشوفوه الصباح خالي، الشجر ديالو مات والماء ما بقاش، علما انه جوج بيار كاينين هنا، واكدت يعني ساكنه المنطقه انهم كاين الماء هنا. علاش انهم ما يتستغلش باش انه يكون في هاد العين اللي نشفات؟ نخليو هاد الوليدات يعوموا ويتبردوا على خاطرهم، وعيب وعار لأقولها مرة أخرى يا مسؤولي العار، أنكم تشوفوا وليداتكم، ربما شي ما كاين ما عندكمش وليداتكم هنا، لأن أبناء غير فقط غير الدراويش واللي ما عندوش والمساكين هما اللي كاينين وساكنين في هذه المناطق وحتى وسط مدينة الرشيدية. أما المسؤولين وليدات المسؤولين ما يمكنش أنهم يجيو المسكي وسميتو يجيو الأشهر متنفس، حنا كنقولوا أشهر متنفس لأنه كيجمع الطبقة الهشة وكيجمع الطبقة الشعبية. الا مسؤولين وليدات المسؤولين هذوك لا بوحدهم، هذوك ما معاناش، هذوك مع الفنادق وايضا مع المدارس الخاصه ومع المساحات الخاصه. اما الناس اللي هما في المصالح العموميه كنتمنوا من هاد الناس اللي درنا فيهم وداروا فيهم ساكنه المنطقه وجميع المناطق درت فيهم الثقه يوفروا لهاد الساكنه على الاقل ابسط الحقوق ديالهم. فصل الصيف اللي كتعرفوا كيشهد مدينه الرشيديه وفي كل جل المدن ديال الجنوب الشرقي اكثر من 45 درجه، تخلوا الوليدات بهذه الطريقه هادو بهذه الطريقه هذه ولا حياه لمن تنادي. في الاخير تتلقى مسؤول خارج يعني من خارج من جامعه وتسولو تيقول لك والميزانيه ما كافياش والما صيفطوناش ما دارولناش مبلوكيين. كل خمس سنين كنسمعوا مثل هذه المقولات ومثل هذه المقولات الشهيره، ولاو دو بروفير ولاو امثله اللي هي شعبيه اللي خصنا نقريوها حتى للاجيال اللي هي صاعده، الوليدات وليداتنا وسميتو. اتمنى ان الرساله تكون وصلت وتكون الصوره واضحه لكل مسؤول غيور على اقليم الرشيديه، ورساله ايضا خاصه لجماعه يعني هذا العين مسكي، ربما انها تابعه لجماعه شرفاء مدغره. كنتمنى ان الرساله تكون واضحه ولاحياء منطقه اللي هي يابسه، ونخليو منطقه مشهوره ومعروفه لدى ابناء الاقليم. فهذا فقط غير تبدير الاموال، وعيب وعار تخليو الساكنه بهذا الشكل تحرق. واكيد متابعي قناه شوف تيفي إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله.